أرجوكم أريد ماء وبعض الطعام، فأنا جائع جدا. أرجوكم ساعدوني لأنني أكاد أموت. وإذا كان الأمر يتعلق بالمال فلدي نقود كثيرة، وسأعطيكم كل ما تطلبونه، ولا أريد منكم كثيرا، وإنما أريد ماء وبعض الطعام، لأنه مر علي وقت طويل من دون أن أتناول شيئا، لذلك أشعر بأنني سأموت في أي لحظة. أرجوكم تساعدوني. بعض الطعام من فضلكم. لن أفعل شيئا، صدقوني إنني لن أفعل شيئا، وأعدكم أنني سأخرج من هنا بسرعة، ولكن ساعدوني أرجوكم. إنني لا أستطيع الصبر، أرجوكم أطعموني أي شيء، أنا عند وعدي، ولكن أطعموني أرجوكم. نعم وعدت بذلك، ولكنني لن أفي بوعدي. هذا المطعم جميل جدا، لذلك سأستولي عليه. في الواقع إن سفينتي قد دمرت، وأنا أبحث عن واحدة جديدة. هيا احزموا أمتعتكم وغادروا هذه السفينة في الحال. ولكن قبل أن تغادروا، هناك 100 رجلا في سفينتي، وجميعهم متعبون ويشعرون بجوع شديد أيضا، وحالتهم تشبه حالتي عندما أتيت إليكم. هيا حضروا لهم الطعام بسرعة، فهم يصارعون الموت الآن، وبعدها تغادرون هذا المكان، ولا أحد يعصي أوامر الزعيم دون غريغ أبدا. هل تفهمون هذا؟